في عرض اليوم شفنا نزال جميل على لقب القارات. جونثر يفوز ببطولة ملك الحلبة. ولوغن بول ولعها مع كودي رودز. نبدأ من الكيك أوف، شفنا ويد بارت كايلا براكستون. Your uncle. Yeah, uncle creepy. And I can also be your daddy. كيفن أوينز كمقدمين. بعدين وقت اللقاء ليف مورغان شافت دومينيك ميستيريو وقال إنه وصل المملكة عشان يتأكد ليف ما تفوز باللقب. يا سلام، خرب الموازين وعارفين بأنك خاق على البنت. ما لومك، وحمس المباراة شوي. بعدين في الكيك أوف بيانكا وجيد كارجيل احتفظن بألقاب التاك تيمز ضد كاندس وإندي هارتويل في نزال لا بأس. في أول مباراة لعرض الرئيسي بيكي لينش شاركت كانها قرصونة، نعم تجيب عصاير ومقبلات. وتوقعت أشوف دومينيك ميستيريو بعد اللي صار بينه وبين ليف مورغان في البري شو، وقدموا مباراة حلوة مع تفاعل جميل جدا من الجمهور. صراحة بيضوها في سماك داون واليوم في البيبر فيو، شكرا لهم. بيكي مسكت السبمشن ودومينيك ظهر بشنب الخلاب، فر الكرسي لزوجة سيث رولينز، يشتت الحكمة ولكن ليف تستعمل السلاح بالدي دي تي وأبليفيان للفوز. هذه تمثيلية حبايبي. مرة ثانية هو خاق على البنت اللي هي ليف مورغان، ساعده في داخله مستانس، يعني ريا ريبلي ما بيعجبها الوضع. يب، وأول ما ترجع للحلبات بتجلب الفريق فوق تحت، نعم سمعوا مني. بعدين شون روس ساب كتب في تويتر ان عقد بيكي لينش راح ينتهي قريبا، فالاداره قرروا يشيلون اللقب منها. شوفوا، ما اعتقد بيكي تترك الدبليو دبليو اي دام سيث رولينز جدد مع الاتحاد، ولكن يمكن تبغي فلوس اكثر والجدول يكون مخفف. صراحه تستاهل البنت، تعتبر من اكثر النجمات الشعبيه في الاتحاد، ولكن دورها الان نوعا ما كرنج اكون صريح معاكم. بعدين وقت دخلت تشاد جيبل، الجمهور ردت يو سك. بصراحة عجبوني، واتمنى الموضوع هذا يكمل في امريكا وغلاسكو. المهم قال لي اوتس اتذكر الخطة وادخل في الوقت المناسب، لان النزال ثلاثي مع برونسون ريد وفخر العرب سامي زين على لقب القارات. تدرون في ايجابيات بفوز سامي اللقب في راسلمانيا، البعض اتمنى جيبل يشارك ويفوز، ولكن اللي نشوفه الان الشخصية المكروهة لزعيم الفا اكاديمي، وشغل جميل من سامي زين. بعدين برونسون موجود في المكس، صح جونثر خسر اللقب بس لازم نبدا صفحة جديدة. وشوفوا جونثر دربه لقب العالمي وقدم فترة مجنونة مع لقب القارات، بس القادم ممتع خصوصا مع المنافسين. واشوف برون بريكر ياخذ اللقب في المستقبل كمباراة بينه وبين سامي، اوف يعني بنستمتع فيه. هم تشاد جيبل ينضم مع الكريد براذرز ويكونون عصابة راح يمتعونه في العروض القادمة، ومتحمس للقصص في ماندا نايت رو على عكس سماك داون اللي تحس بفوضى لخبطة. يعني دخلوا لوغن بول على كودي رودز، سولو ساكوا يتنكر بجاكيتات الفان شوي، يعني نحتاج ترتيب في بعض الأمور. المهم نرجع ونشوف السبمشن من جيبل، وسامي مسك وراه وعمل بلو ثاندر بومب على العود بكل قوة عضلات والبايسبس، ونشوف تخفيضات اثنين بسعر واحد مع السمون دروب، والتوب بي سوسيدة هز الملعب كامل. شفنا جيرمان سوبلكس على اثنين من زعيم الأكاديمي، قال لأوتس هاجم وكسر برونسون. جاء دور سامي زين بس تردد الحبيب، مسك تشاد دزة وصمة كف، بعدين غسلة بدون لوكس بالغلط وهلوفا كيك من سموي يفوز النزال. مباراة جميلة جدا كمستوى وقصة، الكل لعب دوره بأحسن وجه. مع أوتس الآن تقدر تبني لتفرقة فريق تشاد جيبل وانضمامه مع الكريد بروز. برونسون ريد ماكل تبن كالعادة، وسامي ولدنا، استمتعت بالنزال من بدايته لنهايته، شكرا لهم. مسج من جعفر، إذا سموه جو دبل إكس لارج يعني برونسون ريد كوادروبل إكس لارج. لا تتنمر وتابع بدون فلسفة. جيد وبيانكا فخورات بالفوز وفتحوا التحدي لجميع الفريقات أو الأفرقة؟ فرقس في الاتحاد. نايا جاكس تشجع نادي العين، نعم بنفس الألوان.
لأن شاركوا في نهائي كاس آسيا وفازوا. نعم مبروك للزعيم، رفعتوا راسنا. فنايا فازت على لايرا فالكيريا في نزال عادي أكون صريح معاكم، ولكن تروبل إتش وصل عند التاج. حضنايا بجت البنت واحتفلت بالانتصار، يب بتنافس بيلي في سامر سلام، هذا لو بيلي ما خسرت اللقب إلين أغسطس. بعد دعاية لليو اف سي، نعم مفعلين شراكتهم وبنشوف مباراة حمزة شمايف ضد ويتكر. حلو. بتاريخ 22 يونيو بكت صارخ على دوم دوم وتقول ليش يتدخل موضوعه مع ريا ريبلي وليف مورغان، انتقام ما انتقام، لا هي تبغي ريماتش. وانا قلت حلو يعني بيكون في كلاش ات ذا كاسل ولا لا تبغي الريماتش في ماندي نايت رو. شباب ما اعتقد تترك الاتحاد بس في مؤشرات قوية. نعم ننتظر إلين يوم الاثنين أو الثلاثاء بتوقيتنا. تيفي تايم موجودة مع كارميلو هيز. بعد مسج تيفاني نورت الشاشة. يا عمي ما خليت حد. ننتقل لأهم مباراة في المهرجان بين جونثر وتيفاني. تيفاني راندي أورتن في نهائي بطولة ملك الحلبة. تفاعل كبير والشغل كلاسيكي. بتلاحظون جونثر يحترم راندي أورتن وفخور بالنزال هذا، بس خفت من شيء واحد، تعرفون نايا فازت وهي هيل، فهني قلت شكل راندي أورتن بيفوز. هو حبيب ونقدر نقول نوعا ما من جيل القديم، يعني ما بقى حد. سينا ما نشوفه كثير، باتيستا اعتزل، بروك يحتفل مع فينس مكمان، شيلتون بنجامين تسرح، إيدج مش موجود ولا باقي التاك تيمز، فما عندنا غير راندي أورتن. ولكن لازم تبني جونثر كمين إفنتر، نعم يكون في مباريات المهمة واتمنى يفوز بلقب وزن الثقيل في سمر سلام. راندي يقدر يشارك في تصفيات ويوصل لكودي رودز، يعني عندهم تاريخ مع بعض وكانوا في فريق واحد، فاهم كل هالأمور. ولكن تريبل إتش ركز على جونثر ولاحظ في النزال ان شعار برايم مش موجود على الحلبة، يمكن سبونسر لكل البيبر فيوز غير عروض المملكة. نرجع ونشوف بيك سبلاش، راندي قام وتحول لآر كي او، بس ظهره وركبته ولت، تأخر في التثبيت وجونثر لف وذلف من الحلبة، راندي وراه فرع طاولة المعلقين مرتين والنمساوي عصب، كمل بهاف كراب بس راندي قاوم عطانا آر كي او، وزعيم امبيريوم استغل إصابة الركبة بالتشوب وفاز بتثبيت سريع. فوقها ظهر راندي مش على الحلبة تماما، يعني في احتمال نشوف ريماتش قريبا. مباراة حلوة، حمو راندي أورتن نوعا ما، ولكن توقعت الشغل يكون أكبر من الشباب. في لحظات جميلة نعم مستمتعت فيها، بس الفينش سحب الحماس شوي. تريبل إتش بارك لجونثر وما لبس التاج، وفي اللقاء قال ما يهمني تشجيع الجمهور وشعور جميل انه يفوز بالبطولة، والآن هو ملك العروض في سمر سلام، راح ياخذ لقب وزن الثقيل. خلص وما لبس التاج، حسافة. مبروك زعيم امبيريوم، واتمنى ينبرز ويهتمون فيه في عروض الأسبوعية. تريبل إتش يقول عنده إعلان مهم بأن الدكاترة صرحوا درو ماكنتاير وراح ينافس ضد ديميان بريست على لقب وزن الثقيل في كلاش ذا كاسل بتاريخ 15 يونيو، يعني بانك ما راح يشارك ويمكن يخرب على درو ماكنتاير في النزال. بشكل عام الحبيب ياكل تبن، المرة الأولى بسبب صبع سولو والمرة الثانية بسبب ذراع سي ام بانك، مو متهني بشيء. بايبر نيفن مع تشيلسي جرين موجودات مع إلي نايت يتابعون عن قرب. فولاذ لوغان بول عند مايكل كول، والمين افنت عندنا اليوتيوبر ضد الكابوس الأمريكي على لقب الموحد. ممثلنا موجود إبراهيم الحجاج يقدم المشاركين. شوفوا النتيجة محروقة، يعني مثلا كودي رودز اللي أنهى فترة رومان رينز بيخسر ضد لوغان بول؟ أكيد لا، ولكن تابعت النزال للمستوى واليوتيوبر متحسن بشكل كبير، في كل مباراة تشوف تطور مرعب للولد. يا عمي في مصارعين تدربوا لسنين وما وصلوا لمستوى الحبيب، هو خفيف عنده مشاكل خارج المجال بس موهوب، والكابوس الأمريكي رجل والرجال قليل، عنده مقومات مثل البرومو، أحاسيس، مشاعر، بتشي وسرد القصة في النزالات. جعفر مو وقتك. المهم لوغن شرب برايم، قال الشعار مو موجود على الحلبة أنا بعمل دعاية ببلاش، وكودي هاجم فيه صاحبه دزه وكودي مسكه، هنا اليوتيوبر خذ الفولاذ وهاجم كودي فيه، عصب على مايكل كول والثاني مسحه بتوبي سوسيدا. باور سلام ولوغن
خفت عليه، حسيت انخلع ذراعه وما ادري كيف كمل النزال. اتمنى يكون بخير. كروس رودز من لوغن جهز البيدجري بس انغسل بكودي كتر. الكابوس اخذ بوكس، شرب برايم جهز نفسه وكسر الدنيا بفروك سبلاش على طاولة المعلقين. وحدة ثانية في الحلبة ولكن كودي عمل كيك اوت والحكم راح فيها. نعم دخلوا فيه، ليش؟ مباراة رومان رينز. فيرتبريكر شو اخبار الحركة هذه؟ ولكن الحكم ميت وضربة في كنز المدينة. سمعت براندي زعلت الموضوع، عنده فولاذ بس يوقف ممثلنا ابراهيم الحجاج، راح فيها شوي. وكروس رودز ثلاث مرات للفوز في نزال جميل جدا، شكرا لهم. والآن من ينافس الكابوس الأمريكي في البيبر فيو القادم أو البي ال اي؟ عرض اليوم إيجابي. أجمل مباراة من وجهة نظري كانت مباراة سامي زين، نعم مجنونة. بعدين نزال كودي رودز وراء جونثر وراندي أورتن، مع الأسف الفينش خربت النزال شوي، والنتائج حمستنا للعروض القادمة مع سالفة بيكي لينش اللي متشوق أشوف قصتها القادمة. ديميان بريست عند درو ماكنتاير وتشاد جيبل معصب على أوتس. حاب أشكر المنتسبين من بوع سكور 15، ركان 20، محمد نور، روكي لو، بو هيا 123 كيد، فازم إل، محمد كاكا، محمد الوتار، مبارك سعد، عمار عبد الرحمن، MV2، سلطان بندي، ماجد حور، NJE، كلاوديو، ومحمد القرشي. الله يحفظكم ولا تنسون بينكم وان. صح، شو كتب جعفر؟ خلنا نشوف ليش تريبل اتش موجود وستيفاني مختفية. كودي رودز اوفر ريتد. لا والله حبالي كاتب شيء مهم. من يقحص شباب، لا تنسون اللايك اشتراك في القناة وتكتبون ملك الحبال لو كملتوا لنهاية الفيديو. شكرا لكم.